بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهارده دكتور مصطفى عبد ربه، مدرس مساعد امراض القلب مستشفيات جامعه القاهره. هنتكلم النهارده عن فكره وراء الاورتيك فالف اريا كالكوليشن ان ايكو، الشهير ب كونتينيتي ايكويشن دايمنشنز فيلوسيتي اندكس. الحقيقه ان قياس الاورتيك فالف اريا بقى جزء مهم من الايفالويشن للسيفيريتي اوف اورتيك ستينوزز. وعلى الرغم من ان الاورتيك ستينوز بدا يزيد ومع ظهور مع دخول التافي في البراكتس، بقى الايفالويشن اوف اورتيك ستينوز بقى حاجه مهمه انها تتعمل كويس، لكن ناس كتير ما بتبقاش مدركه ايه هي الفكره وراء الكونتينيتي ايكويشن وازاي بنقيس هذا الكلام. في اجهزه ما بقاش فيها اوتوماتيك كالكوليشنز، فانت لازم تبقى فاهم الفكره وراء هذه الفكره اللي بتفرق احيانا ما بين عيان سيفير وعيان مودريت. حتى لو البريشر بتاعه مش عالي، تلاقي البريشر بتاع العيان قليل 35 المين جريدينت او 30 مين جريدينت، بيشنت مودريت لكن هو سيفير. فاحنا هنا النهارده هنقول ازاي بنحسب كونتينيوتي ايكويشن، جايه منين كونتينيوتي ايكويشن، وده هيفرق معانا في ايه في العيانين. طيب اول حاجه ايه هي الكونتينيوتي ايكويشن؟ الكونتينيوتي ايكويشن هي فكره بسيطه جدا، جايه من ان الكتله لا تفنى ولا تستحدث من العدم. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الفلو اكروس اي اريا في السيركيليشن المفروض ان هو ايكوال طول الوقت. طيب ده معناه ايه برضو؟ ده معناه اختصارا ان دي الاورتيك فالف او الاورتيك فالف الضيق هيعدي منه نفس كميه الفلو اللي معديه في اي نقطه في الفنتريك. طيب ايه حاجه سهله ومدوره وسهل نقيسها في 2 دي في الفنتريكل؟ هي ال في او تي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفلو ايكوال فلو، فلو 1 ايكوال فلو 2. طيب طب هو فلو 1 وفلو 2 ده ممكن يتحسبوا؟ ممكن طبعا يتحسبوا. يتحسبوا ازاي؟ يتحسبوا الفلو هيساوي الاريا في الفيلوسيتي، وهنا الفلو هيساوي الاريا في الفيلوسيتي. طيب الاريا 1 احنا ايه السؤال بتاعنا؟ هو الاريا دي، الاريا دي. طيب هل الفيلوسيتي دي معلومه عندنا؟ طبعا معلومه. معلومه ازاي؟ هي دي اللي بتيجي من كونتينيوس ويف دوبلر، البيك فيلوسيتي اكروس الاورتيك فالف، فدي سهله هنجيبها. طب ودي دي اللي هتيجي بالسد ويف دوبلر، البيك فيلوسيتي على ال في او تي. طيب الاريا هنا هتتجاب منين؟ هتتجاب من دايمتر اوف ال في او تي. طيب الدايمتر اوف ال في او تي هناخده في السيستول ولا في الدايستول؟ طيب احنا الهدف من عشان تفتكر الموضوع ده، احنا عايزين نقيس اورتيك فالف اريا والصمام مفتوح مش الصمام مقفول. طيب هو الصمام بيبقى مفتوح امتى؟ في السيستول. يبقى احنا عايزين نشوف الفلو في ال في او تي في السيستول، فهو الصمام مفتوح في ماكسيمم اوبننج او في السيستول هنقيس الدايمتر وبعدين هنحسب منه اري. مش هناخد الدايمتر ونحسبه ونقسم على الدايمتر، لا اري لازم نحسبه باري. طيب وده هيتعمل ازاي؟ نضربه في 3 و14 اللي هو باي، نربعه وبعدين نعمل له سكويرنج وبعدين نضربه في 3 و14. احنا ازاي بقى وبعدين ايه اللي هيحصل؟ بعدين هناخد احنا السؤال بتاعنا هو الاريا، فاحنا بمنتهى البساطه هنقوم واخدين الاريا في في الفيلوسيتي على في 2، ننقل الموضوع ده في الايكويشن من هنا لهنا، يبقى ده هيدينا الفلو هنا، او مش هيدينا بقى الفلو هنا، هيدينا الاريا. يبقى الاريا هتساوي
ال في او تي اري في ال في او تي فيلوسيتي على ال في ماكس على الاورتيك فالف. طيب واللي هي تساوي ال في او تي اري في دايمنشنز فيلوسيتي اندكس. ايه الدايمنشنز فيلوسيتي اندكس؟ هي ال في 1 على ال في 2 او ال في او تي على ال في 2. هنقولها دلوقتي. طيب احنا بقى ازاي هنقيس هذا الكلام؟ هنقيسه ببساطة. هيك هتيجي في ال parasternal long axis view، بتقوم اول خطوة هتقيس الديامتر، الديامتر ال في او تي ديامتر around 1 سنتيمتر، ال في او تي ديامتر في السيستول 1 سنتيمتر below aortic valve. طيب ده هيدينا ايه؟ ده هيدينا ال LVOT area. طيب بعد كده هنقيس بقية البارامترز. ايه بقية البارامترز؟ اول بارامتر هو ان حضرتك هتيجي بالس ويف دوبلر هنا، وهتقيس 1 سنتيمتر قبل الاورتيك فالف، تحط السامبل فوليوم بتاعك 1 سنتيمتر قبل الاورتيك فالف، وهتاخد البيك فيلوسيتي، بيك فيلوسيتي او الفيلوسيتي تايم تيجر على ال في او تي. والحاجه الثانيه اللي هتعملها هي انك هتاخد continuous wave doppler across the aortic valve في نفس النقطة، هتدوس حضرتك على زرار continuous wave doppler. طيب ايه اللي هيحصل؟ ان احنا هنبقى هو ال continuous wave doppler بيقيس across the line، اسرع حاجة across the line، انما ال pulsed wave doppler ده بيقيس عند نقطة معينة. هيك تاخد continuous wave doppler، ده هيديك ال V max بتاعت الاورتيك فالف. في النقطة دي هناخد ال في او تي فيلوسيتي على اورتيك فالف فيلوسيتي، هنقسمه على بعض. لو هو اقل من 0.25 ده معناه ان هو سيفير. طبعا الكلام ده applies برضو على الاورتيك بروتيسز. طيب يبقى احنا الفيلوسيتي على الفيلوسيتي، او ممكن نستعيد عنها بالفي تي اي على الفي تي اي، اقل من 0.25 ده معناه انه سيفير. طيب الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه dimensionless velocity index. تمام. طيب بعد كده هناخد dimensionless velocity index ده، dimensionless velocity index، ونضربه في ال في او تي اريا، هيدينا اورتيك فالف اريا. طيب اورتيك فالف اريا دي اقل من 1 سنتيمتر سكوير، ده سيفير، ده ما يطلق عليه اورتيك فالف اريا. طيب في سؤال مهم، ليه نحسب dimensions velocity index طالما احنا هنقدر نحسب الاورتيك فالف اريا؟ لان زي ما قلنا ان الاور ان ال في او تي ده احنا بنتخيل، احنا بنقيس الاريا دي من الدايمتر، صح؟ لكن الحقيقه ان هو مش لازم يكون مدور، ممكن يكون بوليجونال شويه، ممكن يكون في كالسيفيكيشن وشكله قلبي شويه، فده ما بيبقاش دقيق. عشان كده الدايمنشنز فيلوسيتي اندكس خلاص ده فيلوسيتي بيك فيلوسيتي بيك فيلوسيتي، بس لازم طبعا حاجه تكون الاين. طيب هل احنا نكتفي بالموضوع ده؟ طيب هسالك سؤال، لو عيان مثلا وزنه 160 كيلو والاورتيك فالف اريا بتاعته 1.6، فانت محتاج 1. مثلا 2 او 1.3، هتقول انه مودريت؟ لا هو مش مودريت، هتقوم واخد الاورتيك فالف اريا وتقسمها على البادي سيرفيس اريا.
لو هي اقل من 0.6 سنتيمتر بير متر بودي سيرفيس اريا ده معناه انه سيفير. طيب في حاجه مهمه تخص هذا الموضوع، ايه بقى تاني مهم؟ ان ده ان نفس النظريه دي بتتم في فينومينا مشهوره اللي هي patient prosthesis mismatch. طيب ده معناه ايه بقى؟ ايه بقى قصه patient prosthesis mismatch؟ patient prosthesis mismatch انا عارف حجم الصمام الاكسبكتد وعارف الاوريفيس اريا بتاعته كام، ده الجهه الشركه بتديهوني كده، فهقوم حاسب للعيان بادي سيرفيس اريا وقاسم الاريا بتاعه البروسيسز، الاريا بتاعه البروسيسز على البادي سيرفيس اريا بتاع العيان. طيب لو العيان وزنه كبر، مثلا احنا ركبنا عين العيان مثلا 15 سنه وبعدين الطفل ده بقى كان وزنه مثلا 50 كيلو 15 سنه، وكان البيشنت الفالف اريا بتاعه او البروسيسز اريا بتاعه مثلا 1.82 كده يعني. طيب بفرض ان العين ده بقى 100 كيلو وهو مثلا 1.8 هيبقى 0.9. طيب الموضوع ده ماشي، لكن يفرق بقى الموضوع ده لو العيان متركب له حاجه على الحركرك. يعني ايه؟ يعني مثلا الصمام اللي راكب له هيدي له مثلا اندكس فالف اريا مثلا 1. الحقيقه ان هو دلوقتي 1، انما هو لو العيان وزنه زاد او احنا متوقعين او العيان مثلا كان كشكرك او وزنه قليل هنلاقي ان هو العيان بقى عنده patient prosthesis mismatch. طيب الحاجه الثانيه ان في ناس بتنسى خالص تحسب الموضوع ده ويخرج العيان بعد ما حط الصمام بينهج. بينهج ليه؟ عين وزنه مثلا 100 كيلو حط له صمام 19، بالتالي البيشنت ده هيكون عنده بالتاكيد patient prosthesis mismatch. طيب يبقى اختصارا احنا عرفنا ازاي بنقيس الاورتيك فالف اريا والدايمنشنلس فيلوسيتي اندكس كروس اورتيك فالف، ودول قلنا ان الارقام المهمه فيهم اقل من 1، اقل من 0.6 بير بودي سيرفيس اريا، واقل من 0.25. شكرا جزيلا.